بسم الله الرحمن الرحيم. شكر لشركة جينسون على اللقاء ده، هو تاني لقاء الأسبوع. واضح ان هي جينسون نشطة، واللقاء اللي فات كان حاجة اكتر من رائعة. نتعشى من اللقاء ده هو في اسكندرية يكون عن نفس مستوى اللقاء في القاهرة. وشكرا لأستاذي أستاذ الدكتور فاروق طلعت على إدارته للجلسة، وشرف كبير لينا ان حضرتك تبقى في وسطنا دكتور فاروق. ربنا يديك الصحة والعافية وطول العمر. And thank you دكتور فيليب for welcome back in Alexandria, and we remember you a lot. It was present in a very event near to our heart at the end of the last year. And we missed one of the one our best friends, Dr. Tariq Asad, who was here. And thank you for joining us again. And excuse me to talk in Arabic, because here in Egypt, we like to talk in Arabic a lot. أنا هتكلم على الـ impact of schizophrenia on a patient's life. وهعمل introduction للزملاء، بس my main interest هيكون في point هي مناسبة للإيفنت بتاعنا. اللي أنا عايز أقوله إن لما تبقى السكيزوفرينيا الإمباكت بتاعها عندنا 1%، ودي حاجة غريبة إن تفضل 1% طول الفترة اللي فاتت دي كلها. يمكن في ميتنج قبل كده سألت السؤال ده وما لقيتش لغاية دلوقتي إجابة، هي ليه 1% على الرغم إن العيانين هو hereditary disease، وفيري رير ان العيانين السكيزوفرينيك ان هم يتجوزوا وان هم كمان يخلفوا. فهاو ات ويل بي 1%، which means ان الديزيز ده out of mutation out of many environmental impact like prenatal viral infection whatever we a mutation. فالميوتيشن taking the upper hand. في ناس كتير جدا حاولت to eradicate this disease. If it is out of the only genetic hereditary, it was can be eradicated before. But it is out of mutation. هيفضل موجود 1% طول ما احنا عايشين زي ما كان موجود قبل كده. أول تاني نقطة إن على الرغم التقدم الرهيب اللي حصل في علاج الاسكيزوفرينيا، ستيل الاسكيزوفرينيا من سنة 1910 يعني before الانتيسيكوتيك ما تطلع الى يومنا هذا it is about 20% response. لان there is no cure in schizophrenia. A disease of delusion or hallucination. It is not that. It is a disease of cognition. وجي بعديه اوغستين، وده اول واحد حتى even من قبل كريبلين ما سمى ديمنشيا بريكوكس، هو سماها ديمنس جوفينايل. قريبة جدا، والكلام ده كان من في حدود من 200 سنة تقريبا او 200 سنة بلس، ومسماها ديمنس جوفينايل، which means ان ديمنشيا بريكوكس كانت معروفة ايفن من قبل كريبلين. وكان عندنا نوع من الديمنشيا اسوشيتد مع انفكشوس ديزيز اللي هو السيفيليس اللي هي جنرال paralysis of insane، ودي كانت بتمثل 5-10% من العيانين الموجودين في الاسايل. فكان كتير جدا من العيانين عندهم dementia، تمام، which means psychotic symptoms and paralysis. وجي بعد كده هو إيميل كريبلين اول واحد فرق ما بين الديمنشيا بريكوكس وفرق ما بين المانيك ديبريسيف إلنس. وكان الديمنشيا بريكوكس هو اللي كان بيقرر فيها كريبلين ان دي the disease of the cognition. كان ده من زمان جدا the disease of cognition. ان في ناس تانية ضيعت المفهوم بتاع السكيزوفرينيا ولزقته ليه الديلوجن والهلوسيشن كتير، على الرغم ان هو فرقوا منهم من المانيك ديبريسيف سايكوز. ان المانيك ديبريسيف سايكوز ما فيهوش cognitive disturbance which is wrong. ان المانيك ديبريسيف سايكوز في the same cognitive disturbance and sharing the same clinical picture like schizophrenia. And they are different from each other according to the course. Kriblin, اللي هو برضو indicating إن هي قصة موجودة في cognition، عشان كده سموها foolish dementia or peculiar state of mental weakness. وكان نهاية الوقت بتاع كريبلين الكلام كله it is a cognitive disorder.
It is not a disease of delusion and hallucination. بلويرر بقى من أول ما دخل بلويرر خطفنا في سكة الديلوجن والهلسونيشن. وده أول واحد اللي قال it is schizophrenia. يعني it is dissociated mind activity. كل واحدة منهم بتشتغل not in harmony with each other. و it is not a single disease. سماها schizophrenia is plural. و أخذ المفهوم و it is he didn't mention at all cognitive dysfunction. وإحنا قعدنا فترة طويلة عبال ما نرجع تاني للكونسبت بتاع الكوجنيشن في DSM-4 وDSM-5 عبال ما رجعنا تاني لأصولنا وهتعرفوا مين توهنا في النص عبال ما وصلنا تاني لقصة الكوجنيتيف ديستربنس. بلويرر اللي أخدنا ولما جه على الرغم ان هو اتكلم عن الديلوجن والهلوسينيشن لكن جه أخدنا وحط السكيزوفرينيا الدياجنوز بتاعها لحاجات كلها نيجاتيف وحاجات كلها كوجنيتيف. يعني الامبيفالنس it means it is indecisiveness. حاجة mental اللي أنا مش عارف أخد قرار. فالambivalence بتاعت بلويرر دي حاجة cognitive. الassociation والأس... دي thought disorder حاجة cognitive. إنما الاوتيزم والaffective disturbance ده negative symptoms. حتى even ما قالش delusion والhallucination بصورة قوية في الحتة دي. دي واحد اسمه جاسبرز. وجاسبرز ده أول واحد يتكلم في social cognition. يعني social cognition ده جاء في الاخر حتى ايفن الايرا اللي اتضافت على السكيزوفرينيا كانت في الكوجنيشن بس ما هوش الكوجنيشن اللي احنا نعرفه ميموري اتنشن وكونسنتريشن او يعني واحنا قاعدين دلوقتي احنا بنعمل حاجات ذا بيشنت والسكيزوفرينيا ما يعرفش يعملها. كل واحد مننا قاعد بيفكر بيسمع بيريكول بيكومبير هذا ديسيجن انا هسال هنا مش هسال هنا وبعد كده بياخد an action هيرفع ايده ويسأل ويستفسر. This is a cognition. A cognition ده مش موجود عيان السكيزوفرينيا. الامباكت بتاعه على اللايف انه ما يعرفش عيان السكيزوفرينيا يحضر محاضرة زي دي ويفهم زي ما احنا بنفهم. النقطة التانية social cognition برضو ما يقدرش. يعني لما اجي شاور كده هو لما اجي بتسأل عيان السكيزوفرينيا ما بيقدرش انه يفهم المشاورة دي اللي انا بطمنه اللي انا بقوله انتباه لي هيفهم منه ان ده attitude I'm threatening him. هياخد مني neutral face وهياخده ان ده threatening face. فإيفن مش هيقدر يقعد قاعدة زي دي ويفهم. This is في محاضرة how do you know the impact of schizophrenia على the whole life بتاع عيان السكيزوفرينيا. عشان كده جاسبر أول واحد بدأ وقال it is lack أو impairment of empathic communication. وده كنا زمان بنعملوه نقول الرابور اللي بيني وبين عيال السكيزوفرينيا ما هوش موجود وكنا بنشخص بيها نقول في حاجة كده حسنها العيال ده سكيزوفرينيا مفيش communication بيني وبينه. وجاسبر أول واحد قال الكلام ده. شنايدر برضو كان واحد من الناس اللي كلمت وطلعت الفيرست رانك سيمتومز والفيرست رانك سيمتومز كلها delusions وهلسونيشن delusional perception بعض البرسبشن سوماتيك برسبشن اللي هي بيكيولير اللي حقيقي احنا بنلاقيها في عيان السكيزوفرينيا لكن برضو لقيناها موجوده ريرلي في عيانين البايبولر ديس اوردر. فما اخدناش في حته جديده وبدا يبعدونا شويه عن الكور سيمتومز بتاعت السكيزوفرينيا اللي هي دي الدقيقه يومنا هذا هي مشكله بتواجهنا في عيانين السكيزوفرينيا. And he didn't mention a cognitive deficit اللي موجوده في عيان السكيزوفرينيا وراح حاطتنا في حته سبيشال اوديتري هالوسينيشن سبيشال سوماتيك هالوسينيشن ديلوجنال بيرسبشن الباسيفيتي اكسبيرينس اللي احنا شفناها في الباسيفيتي اوف فوليشن والباسيفيتي اوف امبلس والباسيفيتي اوف افكت المشاعر دي مش بتاعتي حد حاططها لي وحطينا في حته دي كان شير اني سايكوتيك سيمتومز كان شير ذي سيمتومز لكن هو حطها فيري بيكيورال للسكيزوفرينيا. يس ات از ريل اوتسايد سكيزوفرينيا ولما بنلاقيها بنقول ده عيان سكيزوفرينيا موست بروبابلي بس هي موجوده واثبتناها في البايبولر ديس اوردر. طيب مين بقى اللي ودانا في داهيه؟ اللي ودانا في داهيه هو الراجل اللي اسمه فرويد. فرويد بقى اخذنا وطلعنا في حته الينييتد من هو ده اللي بعدنا حقيقه يا دكتور فاروق بعدنا عن النيورولوجي. الراجل ده اخذنا وحطنا في حته رهيبه جدا.
قال لنا ان السكيزوفرينيا it is a symptom of latent homosexuality. يا نهار اسود, no evidence based على الكلام ده, مفيش حاجه معروفه عن الكلام ده. فرويد it is a latent latent homosexuality. فرويد شاف ان الميموري ديستربنس which is the cognitive disturbance اللي موجوده في السكيزوفرينيا it is inhibited or what is called unconscious forgetting of this event. So he take us away from the neurology وبدأنا احنا نتدور في النقطة دي without evidence based. احنا اخذنا كلام فرويد كله without evidence based. اي حد بيدينا معلومة دلوقتي يقول what is the evidence based, اشمعنى فرويد اللي اخذنا منه كل ده without evidence based وحطينا في حتة السكشواليتي حتى even السكيزوفرينيا. عشان كده زمان كان اهم نقطة we are focusing على psychotic symptoms. انا اول ما اخذت نيابتي معظم الناس يقولوا لي ايه في psychotic symptoms عايزين ينيم, so we are focusing على psychotic symptoms. بعد ما ضيعنا الفوكس بتاعت psychotic symptoms ظهر في الايرا بتاعت مرحوم الدكتور عادل صادق كان كلام كتير جدا على negative symptoms. هي دي بقت المشكلة الكبيرة اللي بتواجهها. طلعنا من الايرا بتاعت negative symptoms دخلنا في الايرا بتاعت الكوجنيتيف امبيرمنت وقعدنا فيها كتير. احنا دلوقتي في الايرا بتاعت السوشيال كوجنيشن اللي هو ايه, اللي هو السوشيال كيوز, اللي هو هاو تو ميت, ازاي يدي ميعاد لواحده, ازاي يتكلم, ازاي يطلب يتجوز, ازاي يعمل علاقات كويسه مع في شغله, ازاي which is the main problem احنا بنقابلها دلوقتي مع عيانين السكيزوفرينيا in the absence of the psychotic symptoms. هي دي حقيقي اللي عامله امباكت جامد على عيان السكيزوفرينيا. طيب احنا لما نيجي نشوف الفيزز بتاعت الكورس بتاع ديزيز بتاع السكيزوفرينيا كان كل اهتماماتنا في وقت من الاوقات وده البارادايم شيفت ان ذا اكتف سايكوتيك فيز. اند ذيس اكتف سايكوتيك فيز احنا اكتشفنا اللي احنا بنبتدي فيها ونفوكس عليها ان احنا للاسف ابتدينا متاخر كتير. عشان كده طلعت في الفتره اللي قبل الاكتف سايكوتيك فيز في البرودروما وبالذات السنه اللي قبل الاكتف سايكوتيك فيز طلع تيرم جديد اسمه الاتينويتد سايكوتيك ديس اوردر او اتينويتد سايكوتيك سندروم. اللي الناس كتير جدا بتلاقي عيان عنده بوست فاميلي هيستوري اوف سكيزوفرينيا وعنده ايدياز نوت تو ذا ليفل اوف ديليوجن وعنده بيرسبشوال ابنورماليتي نوت تو ذا ليفل اوف اوديتوري هالوسينيشن وعنده disorganized thought not to the level of formal thought disorder. فبالتالي سميناها attenuated psychotic disorder وكان عندنا مشكلة في متابعة العيانين دول لأن للأسف مش كلهم هيتحولوا سكيزوفرينيا, تلتهم بس اللي هيتحول سكيزوفرينيا وتلت هيفضل زي ما هو مش هيجيله أي حاجة. التلت ده ممكن يكون التلت اللي لقى support, التلت اللي عمل career shift وطلع من stressful situation, حاجات كتيرة جدا. وفي تلت تاني جاله non psychotic disorder which is the major depression which is the OCD which is the social phobia whatever the disorder اللي عانى منه العيان. هنا عشان كده مهم قوي نعرف ان هنا مش هنقدر ندي anti psychotic ولو قطينا بندي حاجة very minimal عشان just support العيان wait and see. هنا الانتي ديبريسن تتساوى في الافكاسي بتاعتها مع الانتي سايكوتيك لما تيجي تديها للعيان لان هي هتمنع زي ما هتمنع السايكوتيك ديس اوردر والعيان معاه اتنويت سايكوتيك ديس اوردر هتمنع دول كلهم اللي كل دول محتاجين انتي ديبريسنت. وده اللي بيخلينا نقول لو الاتنويت سايكوتيك ديس اوردر السندوم دي راينابويدز عارفين احسن حاجه نعملها في الاتنويت سايكوتيك ديس اوردر ايه او سندروم ايه اللي احنا نمنع العيان انه ياخد حشيش. أكتر حاجة بتخلي العيانين دول يقلبوا من عيان عنده attenuated psychotic syndrome لفول بلون بيكتشر بتاعت السكيزوفرينيا حشيش. وأكتر حاجة بتخليهم يقلبوا الفيرسفيك ستريس اللي بيقابلهم العيان. ودول during this time وبالذات أول بريك بيبدأ يحصل deterioration للستركشر بتاع البرين dilatation of the ventricle وبتبدأ تظهر بصورة أو أخرى structure lesion و cognitive disturbance اللي بتظهر عند العيان. عشان كده مهم قوي دلوقتي اللي احنا نقلب زي ما كنا الأول كل انتباهنا على psychotic symptoms
او السيكوتيك فيز اللي احنا نرجع ورا شويه ونخش في البرودرومال فيز. عشان البري اتنس ديت اللي هي بنسميها دي اللي بتبقى موجوده سينس ذا بيشنت ان ذا يوترس، وهنا 1 year or 2 year before the illness، وهنا اول سيكوتيك ابيسود. ولما جم عملوا ستادي بقى واكدوا الكلام ده، ستادي معموله سنه 1946 موجوده في انجلترا، جابوا العيانين من اول ما اتولدوا سنه مارس 1946 لغايه لما ماتوا، لقوا ان في من الارقام الكبيره اللي لقوها مع العيان بالالاف، لقوا 30 واحد جاله سكيزوفرينيا. عارفين لقوا ايه وهو صغير؟ ديليد موتور مايلستونز. لقوه اول ما يجي يتكلم سبيتش ديفيشنسي في كل المراحل اللي هو في سنه ابتدائي واعدادي والهاي سكول، لقوا فيه كوجنيتيف ديكريمنت، وقبل ما يجيله سكيزوفرينيا السوشيال انكزايتي. عشان كده من الحاجات المهمه قوي لما نلاقي واحد عنده سوشيال انكزايتي وعنده الهيستوري ده هو قبل كده، ننتبه ان الاتنويتد سيمبتومز دي كان دي شيفتت للسكيزوفرينيا، ان ده ذا موست كومن ستوري اللي احنا بنلاقيها. This is the six dimensions اللي موجوده في السكيزوفرينيا، ولازم ننتبه للسكس دايمنشنز دول، لان كل دايمنشن منهم لسيركت معينه. احنا كل اهتماماتنا وكل اللي واضح قدامنا دلوقتي في العلاج هي الدايمنشن بتاعت البوزيتيف سيمبتومز، لكن الدايمنشن بتاعت النيجاتيف والكوجنيتيف ديكلاين والمود والموتور، يعني ممكن نلاقي حاجه ندي انتي ديبريسنت تحسن المود، او الدواء الانتي الاتيبيكال انتي سايكوتيك تحسن الموتور سيمبتومز بتحسنها، لكن الكوجنيتيف ديفيسيت والنيجاتيف سيمبتومز ستيل تشالنج. اكبر تشالنج مش المرض اللي بيقابلنا، اكبر تشالنج الدواء اللي احنا بنديه. الدواء اللي احنا بنديه لما يقول ذا امباكت اوف سكيزوفرينيا على العيان بيشنت لايف، انا بقول ذا امباكت اوف ذا نون ابروبريت انتي سايكوتيك على اللايف بتاع العيان. واكتر حاجه احنا بنستخف بيها هي الاي بي اس، والاي بي اس از نوت ذا ماتر اوف اي بي اس، ات از ذا اي بي اس اند اتس افكت على الكوجنيشن، وبالذات لو كنا بندي مع الاي بي اس انتي كولينرجيك. انتوا عارفين القرص كوجنتول او الاكيتون اللي بيديه قرص الصبح وقرص بالليل بينزل بالكوجنيتيف ديسفانكشن 50%، واللي ما فيش حد مننا بيجرب قد ايه اتس سو باد على العيان. اتس بيتر تو تشينج الانتي سايكوتيك ذان تو اد كوجنتول اور اكيتون. ات ميد ذا ديبريشن مور اند مور، لان الديسفوريك افكت بتاعت الانتي سايكوتيك بتميك البيشنت نون ادهرنت اتس اوكي، وبتزود النيجاتيف سيمبتومز، وبالتالي بتبقى هايلي انديكيتد ان العيان ده هيجي له تارديف ديسكينيزيا. عشان كده اختيارنا بس الانتي سايكوتيك بيقلل من الامباكت اوف ذا ديزيز على العيان. من الحاجات المهمه اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها مع العيان ان السكيزوفرينيا ذيس از ا نورمال بيبيوليشن. الاي كيو بتاعت النورمال بيبيوليشن كلنا عارفين من 90 او من 90 ل 100. Do you think ان كل العيانين اللي دخلين لنا كليه الطب داخلين باي كيو عاليه ان نو تايم افتر ذا فيرست ايبيسود سكيزوفرينيا هيحصل ليفت شيفت والاي كيو بتاعتهم هتنزل 16 درجه؟ مهما كانت من 90 ل 100 هتوصل تبقى من 70 ل 80، من 16 ل 20 درجه الاي كيو بتاع العيان بتقل. That is why مش عيب اللي احنا نقول العيان غير الكليه، مش عيب اللي احنا نقول العيان مش هينفع. الكلام ده لو جه في سنه رابعه او خمسه فوق راسي من فوق، ده امباكت عليه في الدراسه هيبقى عالي جدا جدا جدا. And the first episode schizophrenia لو ما عالجتهاش كويس الافكت بتاعها على الكوجنيشن دي النورمال بيبيوليشن هيبقى زيه زي الكرونيك سكيزوفرينيا اللي تريتد. فا it is better ان انت تعالج السكيزوفرينيا عشان تقلل الامباكت بتاعته على اللايف، وده الافكت بتاعه افتر ذا فيرست ابيسود. كوجنيتيف ديفيسيت افتر ذا فيرست ابيسود بتيجي 2 ستاندرد ديفيشن بيلو ذا نورمال بيبيوليشن لو انت ما عرفتش تعالج الفيرست ابيسود وكنت هيزتنت فيها وما قطتش الابروبريت تريتمنت. والفيرست ابيسود سكيزوفرينيا لما تيجي تشوف قد ايه الكوجنيتيف فانكشن، if you are mainly concerned about the positive symptoms it is not correlated مع الورك performance ولا اداء الدراسي، لان بعد ما تعالج الكلينيكال سيمبتومز البوزيتيف سيمبتومز there is zero correlation مع هيرجع شغله ولا لا. اللي هيخليه يرجع شغله هو correlation مع بالذات الكوجنيتيف والنيجاتيف ديسفانكشن. ودي حاجه اسمها بليوتروبي، لقوا ان
الجين بتاع السكيزوفرينيا زي جين كالسيوم شانل اي سي اي 1 سي ده هو نفس الجين بيؤدي البايبولر بيؤدي الميجر ديبريشن اوتيزم اي دي اتش دي which means in according to the stress according to the environment العيان هيروح في انه اتجاه وهتلاقي كل السيمتومز بتاعت السكيزوفرينيا موجوده عند الناس دول برضه وده الكوجنيتيف ديسفانكشن اللي موجوده عند عيان سكيزوفرينيا اللي هو باللون الاحمر اكزاكتلي موجوده مع ميجر ديبريشن نان سايكوتيك واكزاكتلي موجوده مع البايبولر بس البايبولر بيدينا فولس امبريشن ان الكوجنيشن بتاعه حلو عشان الفوكابولري بتاعه بيبقى عالي فمش معنى ان العيان بيتكلم ولماح وبيهزر ويضحك ان الكوجنيشن بتاعه كويس this is a false impression لان بقيه الحاجه قريبه جدا من السكيزوفرينيا منها الاتنشن والفيربال ميموري والحاجات الثانيه عشان كده ناس تقول لك ايه ربنا يوعدني بنوبه باي بولر قبل امتحانات بكالوريوس او ثانويه عامه هفوق انت هتفوق كلام لكن اكشوال لما تيجي تشوف النتيجه بانت هتلاقي نفسك ضايع او واقع فلازم ننتبه للنقطه دي ودي الصوره المشهوره this is the antipsychotic this is the cognition mood and the negative symptoms this is the positive symptoms if you add antipsychotic للسيكس فيرز بتاعة السكيزوفرينيا الوحيدة اللي هيخفوا ديسوشيت هي البوستيف سيمتومز اللي هيقعد مع الانتي سايكوتيك النيجاتيف والكوجنيتيف والمود سيمتومز لا المصيبة اللي اكتر ان انا لو ما اخترتش الانتي سايكوتيك الصح والسليم انا ممكن اخلي الكوجنيشن مور ديتيريوريتد ممكن اخلي النيجاتيف سيمتومز مور ديتيريوريتد والمود سيمتومز مور ديتيريوريتد عشان كده انا هقول كلمتين ان we have primary cognitive symptoms we have primary negative we have primary mood symptoms which is the enduring symptoms بتاعت المرض احنا بقى we add على السكيزوفرينيا والامباك the secondary four this is the secondary negative symptoms اللي بتحصل جاية نتيجة السيكوزيس جاية نتيجة الاكسسيف anti-dopaminergic and that is في اللونج اكتنج مش بس اللونج اكتنج الجديدة والقديمة لان هي الدوز بتاعتها بتبقى قليله اقل لما تيجي تحسبها بالورقه والقلم بتبقى اقل من الدوز بتاعه الاورال فالانتي دوبامينرجيك افكت بيبقى قليل فبالتالي السكندري كوجنيتيف ديفيسيت بيبقى قليل والديبريشن بيزود السيمتومز بتاعه النيجاتيف سيمتومز وكمان الكوجنيتيف سيمتومز الاكسس دوبامينرجيك بلوكيت بالادويه والانتي كولينرجيك والحاجه الثانيه واللي يمكن اتكلمنا فيها امبارح ان الادويه تزود الويت وفي علاقه شديده ما بين البودي ماس اندكس وما بين ديتيريوريشن اوف ذا كوجنيتيف فانكشن وعلاقه شديده بين البودي ماس اندكس وديتيريوريشن اوف ذا مود سيمتومز سبيشالي ذا ديبريشن وبعد كده الديبريشن عايزين بس ناخد بالنا من نقطه احنا لسه كنا عاملين حاله مع احدى الشركات وكان فيها مشكله واحد جات له مانيك وان والزمانك اتاك as if it is post-traumatic stress disorder كل ما يفتكر المانك اتاك يقول لك قد ايه الهيميوليشن وقد ايه اللي حصل لي as if it is post-traumatic stress disorder do you think ان first psychotic episode بتعلم على العيان like post-traumatic stress disorder and this will add the depressive symptoms وكمان مع الدوبامين antagonist والEBS والياتروشينيك depression due to psychotropic drugs والانتي هايبرتنسيف drugs كل ده بيأت impact on the patient life على ال primary disorder and we can add secondary disorder احكي قصة اخيرة وهقفل بيها المحاضرة ده امادور you know امادور دكتور فليب this is امادور he is what the professor and he is Henry he's young his oldest brother he is 6 years older ده سايكاتريست واخوه ده هو اللي عمل له ريننج ابوه هو اللي رباه اخوه ده جاله سكيزوفرينيا قعدوا مع كينجز اوف سايكاتريست عشان يخلوه ياخد دواء ما عرفش ياخد دواء اما الدور ده هو كان كلمته I am not sick I don't need any help اخد في 7 سنين دخل المستشفى كل سنه 4 مرات بعد ما امضوا الدقائق طريقه يدي بيها لهنري اخوه الدواء طلع من المستشفى قعد 18 سنه بعد ما استمر والتزم بالعلاج قعد 18 سنه ما دخلش فيهم الا سنه واحده وطلع من هنا لفكره البور انسايت والادهيرنس ف
فطلع فكرة قال إن في حاجة اسمها denial of the illness. إحنا بنتصور ال denial of the illness والمور إنسايد بنتصوره إن ده consequences من السايكوتيك سيمتومز. اكتشفنا إن ال denial of the illness ده عامل زي ما يكون أنازوجنوزيا اللي موجودة في النيورولوجي. عارفين لما واحد يجيله هيموبليجيا ويبقى أنا وير إن عنده هيموبليجيا، العيان جاله امباكت على البرين وبقى عنده أنا وير إن there is something wrong in his brain. عشان كده لما جه يحط الامباكت بتاعه في DSM 4 قال كلمة جميلة جدا. قال the majority of individuals with schizophrenia have poor insight regarding the fact that they have a psychotic illness. يعني عندهم poor insight من السايكوتيك illness. Evidence suggests that this poor insight is a manifestation of the illness rather than coping strategy. Which means ان the poor insight اللي بتخليه ما ياخدش الدواء ده symptom زيه زي psychosis. Symptom زي negative symptoms. It is a poor symptoms of schizophrenia. فسمعها الانازوجنوزيا وناس كتير جدا بعد كده هو قالت ان to date no medication have been found to improve long-term deficit in illness awareness except لما بدأت تظهر long-acting anti-psychotic ان بتخليك أشروط ان العيان بياخد الدواء. لان عندنا مشكلة كبيرة جدا ان من 50-75% من العيانين السكيزوفرينيك exhibit full non-adherence or partial non-adherence. يعني في اول 7-10 أيام 25% are non-compliant، 50% بعد السنة هيبقوا اوف، خلال سنتين 75% هيبقوا اوف. اللي هيبقى بس ادهرنت للدواء احتمال يبقوا 33%. عشان كده اللونج اكتنج انتي ديبريسنت ار انديكيتد في قصة السكيزوفرينيا، لان لقينا ان 17% بس من العيانين بياخدوا لونج اكتنج انجكشن مش هياخدوا الدواء. وده معناه ايه؟ ان اللونج اكتنج انتي انجكشن مش هتحسن الادهرنس قد ما تطمنك ان العيان اخذ الدواء الشير من الادهرنس حصل. يعني في 17% من العيانين ده رقم حلو جدا، لان 50% من الاورال مش هياخدوا الدواء. ف this is one of the treatment of the core symptoms. يعني انا اقدر اقول ان اللونج اكتنج انتي انجكشن هي ثلاث ادويه في بعض. ان الدواء بيجيب نتيجه امتى؟ لما الدواء الدراج نفسه بتاخده need time and this time لان time is a drug وتطمن ان الدواء is working. الاورال انتسايكوتيك ار جيفينج دراج يو دونت نو اذا كان العيان اخذ ولا لا، وبالتالي is working or not working. الثالثه ان time مش معنى ان انت قعدت تستنى على الدواء time ان العيان اخذ الدواء ولا لا. عشان كده اللونج اكتنج حلت مشكله الادهرنس والانازوجنوزيا اللي موجوده. وفي ناس طلعت وقالت ان الانترفنشن بتاع السكيزوفرينيا وي نيفر وين اون ذا سترينث اوف اور اورجمنت. يعني مش هنقدر ان احنا نقعد نقنع العيان. ات ذا ماتر اوف ريليشن شيب بيني وبين العيان ان هياخد الدواء ولا لا. سو يو هاف تو ريلاي اون يور ريليشن. ودي الحاجه المهمه اللي احنا بنعملها لما ندي اللونج اكتنج انجكشن. والنون ادرنس از انفيتابل، ات از وان اوف ذا كور سيمتومز. ادي السته سفيرز بتاعت السكيزوفرينيا لازم نحط معاهم النون ادهرنس او الانازوجنوزيا وان اوف ذا كور سيمتومز اوف سكيزوفرينيا. واللي عايز لها دواء تاني ان ثانكس لللونج اكتنج ان هي وهي بتعالج دولي هي بتتاتش النون ادهرنس برضه بصوره او باخرى. طب لو انا ما اطمنتش ان الدواء اتاخد هيحصل عندي 3 بروبلم كلينيكالي. ودي اخر سلايد بقولها. 3 clinical problem اللي كلنا بنقع فيهم اللي احنا we think ان احنا we are failure والعيان ما جابش نتيجة بأدويتنا if the patient is non-adherent. تاني حاجة بنفكر عيان treatment resistance او lack of efficacy في الدواء لو even كان partially adherent. واخر حاجة ان ده بيفصل ليه احنا بنكتب high doses of antipsychotic، لان العيان بيبقى non-adherent فلما بيجي لنا مرة تانية ولاقي ما جابش نتيجه وارفيليا بنضطر نرفع الدواء. وده بيخلينا احط بولي فارماسي، وده بيخلينا احط انذر انتي سايكوتيك ويبقى في تو انتي سايكوتيك، وده اللي بيخلينا احط مود ستابلايزر اوت اوف ذا فيلير اوف نون ادهرنس. اند اي كانت ريكوجنايز ان النون ادهرنس ده اوت اوف ماي برستيج اوت اوف ماي ايجو ذات ذا بيشنت از اوبينج ماي رولز
So he's taking the treatment. Who can say the patient is taking the treatment? And thank you. Thank you, Dr. Tari.